من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الثاني عشر على خليجية. ٣٠٠ عام عكست نسقا سياسيا استثنائيا في طفرة تاريخ الجزيرة العربية الحديث بأمر سيد الملك يوم التأسيس. معه نتذكر نحن أبناء الدولة السعودية الثالثة الرجال الذين ضحوا وأجدادنا الذين سطروا ملاحم السلم والحرب حتى أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى، والتي امتدت على يد الإمام تركي بن عبد الله في الدولة السعودية الثانية لتصل إلى ذروة مجدها مع المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، والذي أعلن توحيد المملكة العربية السعودية. 22 من فبراير القادم يوم يحمل لون الوطن. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. يوم في يوم من الأيام لأن أكون مكرما، إن الإنسان عندما يتولى المسؤولية فهو يعمل واجبا عليه. أشعر بالمسؤولية، أشعر بثقل حمل الثقة، وأحاسب على خطواتي أكثر حتى أكون إن شاء الله عن حسن ثقتكم. Oh.
السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير، وحيكم متابعي برنامج كورة الحادي عشر والنصف، موعدكم الثابت والمعتاد لآخر المستجدات في الساحة الكروية الرياضية. يوم كروي آسيوي في الطريق إلى مونديال قطر، وبالتأكيد الأهم في ثلاث نقاط حصدها الأخضر من أمام المنتخب العماني الشقيق بهدف مقابل لا شيء. من الآن وحتى الساعة الواحدة نحن معكم في تفاصيل هذا اليوم الآسيوي والأبرز في هذه العناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين. الأخضر يقترب من المونديال ويعزز صدارته بهدف البريكان في مرمى عمان. قبل إغلاق الفترة الشتوية، الشباب يعلن الحصول على شهادة الكفاءة المالية. غداً الدرعية تشهد انطلاق سباق الفورمولا إي 2022. هذه أبرز العناوين، وهي بحاجة إلى الرأي والرأي في هذا المساء لنجوم كرة، ورحب بهم محافظ الألقاب العزيز طارق كيال. مساك الله بخير بركان. أهلا بنورة، أرحب بك ورحب بالزملاء الأعزاء الكابتن حاتم وأبو حنين. والله يا أخي استسعد صدورنا يوم قعدت في الرياض وطولت يا أخي، مبسوطين انك موجود في الرياض. مو شوف يعني هم بيعوضوا الغياب اللي حق جده، قالوا لي تعال لانه في مشكله في الصيفه في جده، فاضطريت اني اجي هنا، بس قلت له لا تعيدها يا لا والله احنا نقول لا يعيدها. حياك الله ابو امير. حبيبي بنوره، الله يحييك ان شاء الله، منور ما شاء الله عليك. الله يحفظك، وبالتاكيد تحياتي للكابتن الكبير بركان وللعزيز الغالي مهندس الكلمة الرياضية الفنية ما شاء الله أبو حنين، وتحياتنا لجمهور كورة النخبة دائما. سبحان الله، قبل الحلقة شيء وبعد الحلقة شيء. بس الخير أبو حنين فضحنا. أقول اليوم يعني بس كلمة سريعة، ما شاء الله عليك يعني أبدعت في كلمة الله يسلمك في الانترودكشن، ما شاء الله عليك. اليوم ما شاء الله يعني بلادنا الحمد لله من فرح إلى فرح إلى فرح. اليوم طبعا الامر الملكي الكريم بذكرى التاسيس المملكه العربيه السعوديه، انه يوم حيكون فيه احتفالات وحيكون اجازه، المنتخب يفوز ما شاء الله، بلادنا هذه الحمد لله ربنا حاميها الحمد لله. ثم رجال رجال فعلا يخافوا على شعبهم على وطنهم، وعز الله السعود والحكومه الرشيده وهذا الشعب الرائع، ان شاء الله تعالى من فرح الى فرح ان شاء الله. مساء الخير ابو حنين. هلا وسهلا. شو مسوي لك الرجال قبل الهوا على ابو اميره؟ فضحنا ابو اميره ما اقدر عليها، امسي عليك ابو نوره عليك، ومساء اخضر مبروك للشعب السعودي كافه، للقياده السياسيه، القياده الرياضيه، مساء جميل بوجود الخبير ابو ركان الانيق أبو أميرة، شهادتي فيه مجروحة. وفعلا الحمد لله على نعمة المملكة العربية السعودية، اللهم احفظ قادتنا، احفظ سيدي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد، ودائما إن شاء الله من عطاء إلى عطاء ومن نماء إلى نماء، تزهو المملكة بإذن الله. بإذن الله نروح لمواجهة المنتخب السعودي والتي أكمل فيها الأخضر انتصاراته، وتحديدا على ملعب الجوهرة المشعة استاد الملك عبد الله، بالتأكيد هو مصدر للفرح. المنتخب السعودي لا يخسر على هذا الملعب، وعمان في الطريق لهذا الإنجاز، في الطريق إلى المونديال. أيضا المنتخب السعودي يحصد منه النقاط الست ذهابا وإيابا. تفاصيل المباراة في التقرير القادم. حقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً على شقيقه العماني بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على أرض استاد الجوهرة المشعة بجدة في آخر مباريات الجولة السابعة من التصفيات النهائية لقارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. بداية اللقاء كانت حذرة من الطرفين، وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب. يحاول الأخضر الوصول للمرمى العماني برأسية محمد كنو التي تصل سهلة لفايز الرشيد.
يرد المنتخب العماني بكرة خطيرة من المنذر العلوي تنتهي لخارج المرمى السعودي. تغيير سعودي بدخول هتان بهدري بديلا لسامي النجعي في محاولة من إيرفي رينارد لتنشيط منطقة الوسط. غابت الفاعلية السعودية واتضح أن الأحمر العماني بات يعيش أجواء المباراة بشكل أفضل، بل واستطاع تهديد المرمى السعودي بتسديدة من حارب السعدي مرت بجوار القائم الأيمن. والكرة تمر بجوار مرمى عمانية لدرشد. المحاولات العمانية تستمر وعرضية من أمجد الحارثي تمر أمام مرمى العويس دون أن يستثمرها المنذر العلوي. يعود الأخضر للسيطرة وتشكيل الخطورة على المرمى العماني. عبد الإله المالكي يسدد يسارية قوية يمسكها فايز الرشيدي. حلو عبد الإله في اللقطة المافية يبحث عن مين. شوط أول سلبي انتهى بتسديدة سالم الدوسري التي جاءت بعيدة عن المرمى. مع الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني يتمكن المنتخب السعودي من الوصول للشباك العمانية بعد مجهود كبير من سلطان الغنام ومتابعة رائعة من فراس البريكان. أمان يخضرنا أمان، أمان يخضرنا أمان، فراس البريكان يأتي بأول أهداف منتخبنا الوطني. أعزف تستمر المباراة دون خطورة على المرميين إلى أن تحصل الأحمر العماني على فرصة مواتية للتعديل، لكن المنذر العلوي لم يستفد منها كما يجب. سليمة بعد أن كانت خطيرة. تغييران سعوديان بدخول عبد الله الخيبري وصالح الشهري بديلان لعبد الإله المالكي وفراس البريكان. المنتخب العماني يكرر الوصول للمرمى السعودي والمنذر العلوي يحاول لكنه يسدد عنه. هتان بهبري يرسل كرة قوية تنتهي بين أحضان فايز الرشيدي. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع يسدد أرشد العلوي كرة من مسافة بعيدة يتصدى لها العويس لتتحول لضربة زاوية. وانتهت عمري أخضر عمري عويس. آخر الكرات الخطيرة كانت لمصلحة المنتخب العماني أمام المرمى السعودي برأسية أرشد العلوي، ولكنها اعتلت العارضة بقليل ليطلق بعد ذلك حكم المباراة نواف شكر الله صافرته معلنا نهايتها بانتصار الأخضر وبلوغه النقطة 19 في صدارة المجموعة الثانية، بينما بقي المنتخب العماني في المركز الرابع بسبع نقاط. مبروك للمنتخب السعودي، مبروك لإدارة الإدارية والفنية، للاعبي كانوا في الملعب واللي أيضا من اللاعبين في مقاعد البدلاء. مبروك ل 46 ألف متفرجة وأكثر حضروا في الملعب ومن هم خلف الشاشة. هارتلك المنتخب العماني، شكرا على أدائكم الرجولي والبطولي بالنسبة للمنتخب العماني، وفالكم التوفيق إن شاء الله في هذه المجموعة أن يعني يحظى لو بثالث المجموعة. أبو ركان مبروك الانتصار، وخلينا نقول 19 نقطة بعد هالمباراة، لكنها ما كانت مباراة سهلة. أولا طبعا مبروك للمنتخب ومبروك الفوز، وفي المباريات هذه نحتاج النقاط أكثر من المستوى. نحن الحقيقة فزنا لكن ما كان المستوى مرضي لدرجة أنه كان هناك في خطورة على الملعب على المباراة، ولكن المهم هو الحصول على 3 نقاط وهذه اللي حصل في هذه المباراة. طبعا المباراة كانت سجال بين الفريقين حقيقة، يعني المنتخب العماني ما زي اللي صوروا الناس انه حيكون سهل جدا انك تفوز عليه بأراحية، لا كان نيت قوي، ولكن الحمد لله انه نحن تغلبنا عليه بهذا الهدف اللي نحن نحتاجه. هذا ابقى فارق النقاط عن الثاني والثالث، ما زال نفس ال4 نقاط، وهذه أعطتنا أمل أكثر من 70% إنه نتأهل لقطر، يا الأول يا الثاني. مباراة اليابان القادمة هتكون على أرض اليابان، هذه يجب إن نحن نحاول ما نخسر فيها، إن شاء الله ما نخسر فيها، أسوأ الظروف نطلع فيها حتى لو تعادل،
وإنما هناك لقاء حيكون بين اليابان وبين أستراليا، هذا في أحد هيعطل الآخر في ده. فحتى الآن من سبع مباريات 6 فوز واحدة تعادل، احنا عندنا من 21 عندنا 19 نقطة، شيء جيد يعني الحقيقة، معدل مرتفع جدا، وهذا الحقيقة إنه يدل إن المنتخب ماشي بطريقة مرتبة بالمحافظة، يعني ما بنقول طلعنا عالي في مستوى ولا نزلنا كثير مستوى، محافظين يعني لنا هدف ومدرب له هدف واللاعبين فاهمين هذا الهدف، إنه في بعض المباريات ما تدور المستوى، دور إنك تأخذ النقاط المباراة، وهذا اللي حصل مباراة اليوم. ملعب جدة الحمد لله فعل دائما على المنتخب، والمنتخب دائما تفاعل أنه يلعب على أرض ملعب جدة، بيحقق فيه انتصارات كثيرة، وأتمنى إن شاء الله إنه يستمر هذه الأفراح وهذه الانتصارات، مع إنه يعني العامل الزمني 5 أيام عشان ينتقلوا الآن إلى طوكيو بعد المباراة مباشرة، واليابان لعب اليوم في اليابان وحيلعب المباراة الجاية في اليابان، يعني ما عنده تدخل، فحيكون هذه هي اللي أنا خايف منها، عملية الإرهاق في عملية التغيير الجو وتغيير المنطقة والسفر وتعود على الأجواء، لكن نحن تعودنا وأصبح لعيبة محترفين متعودين على هذه الأجواء، وإن شاء الله نقدم مباراة يوم الثلاثاء القادم مباراة جيدة تدينا 90% إلى 95% نكون متأهلين إن شاء الله. إن شاء الله. أبو أميرة، في التفاصيل الفنية ما كانت أفضل مباريات المنتخب السعودي لو بنرجع لمجموع الانتصارات أو حتى التعادل قدام أستراليا، ولكن في النهاية أنت بحاجة إلى 3 نقاط، الهدف الأهم خلينا نقول حققته. صحيح، هذا بالفعل. أول شيء مبروك المنتخب السعودي، مبروك لنا كلنا. أنا يعني أقول اللي بيروح قطر يبدأ يحجز من الآن إن شاء الله، المنتخب السعودي خلاص إن شاء الله طبعاً في البطولة، يحجز فنادق، يحجز من الحين، يجهز نفسه قبل الزحمة، وإن شاء الله تعالى المنتخب السعودي خلاص. أنا يعني مش أنا 3 نقاط باقي فعلاً، لو حقق المنتخب السعودي 3 نقاط، لأنه اليابان وأستراليا حيتقابلوا، 3 نقاط 22 نقطة. إحنا اليوم كنا في دروب فني على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي للاعبين. الجميل وانت في الدروب فزت. اليابان وهي في الدروب خسرت من عمان في اليابان. هذا الجميل في المنتخب وفي الجيل الحالي، انه بتخسر انت وانت مش مستواك تكسب. هذه ميزه، يعني طبعا المستوى الفني يؤدي لنتائج عاده بالتاكيد، لكن احيانا شخصيه الفريق، هيبه الفريق، تماسك الفريق، احيانا روح الفريق تغطي على الجوانب الفنيه الغير جيده في مباراه اليوم خاصه. طبعا ما اتكلم عن كل اللاعبين، في بعض اللاعبين اللي اليوم كانوا قليلين جدا، لكن حتى لو مستوى سيء كان بيجري انت تشعر انه يبغى 3 نقاط حتى هو بعيد عن مستواه، يعني بكل امانه. فالثلاث نقاط جدا مهمه، 19 نقطه الان. يمكن ابو راكان كان ما شاء الله مدير المنتخب المشرف على المنتخب السابق كاس العالم الاخيره، تاهلنا ب 19 نقطه صحيح؟ نعم. يمكن كانت اصعب، اليابان كان اقوى، استراليا اقوى. الان احنا 19 وباقي 3 مباريات. ما شاء الله، ترى انا اعتقد انه ريكورد، ترى احنا كل مباراه فوز وتعادل صحيح؟ صحيح. هذا مش من فراغ، بالتاكيد مش من فراغ، ومعاك اليابان واستراليا وحتى عمان ما شاء الله. يعني صراحه تحيه للمنتخب العماني، يعني فرصه نحييهم بصراحة. أشوف هذا المنتخب العماني، اللاعبين الصغار في السن هذول حيوية، نشاط، تشعر عندهم هذا المنتخب لو يعد، عارف قصدي، يعد مباريات ودية على مستوى عالي، ترى يوصلوا لمواصيل كثيرة. فشكرا للمنتخب العماني على المستوى اليوم، وشكرا لمنتخبنا على 3 نقاط، شكرا للاعبين كلهم، وشكر أكبر لبعض اللاعبين اللي قاتلوا أكثر اليوم وكانوا أفضل. يمكن عبد الله المالكي ما شاء الله، خط الدفاع عبد الله العمري، سلطان الغنام لما نزل، هتان ما شاء الله تبارك الله، يعني يمكن كانوا هم الافضل. بس شكرا للجميع، و3 نقاط فرحتنا اليوم. جميل. النتيجه، المستوى بعد 20 سنه حنقول فزنا على عمان، فزنا كذا، ما حنقول مستوى كان ولا شيء، وهذا هو الامر. أبو حنين، المنتخب السعودي صعب المهمة على نفسه، ولا المنتخب العماني وعملية النقص وغياب بعض اللاعبين شفاهم الله بسبب كورونا أعطى حافز أكبر، وشفنا
منتخب مختلف على الأقل عن المباراة الماضية بالنسبة لعمان. شوف، أول شيء مبروك لمنتخبنا، إدارة المنتخب، القائمين عليه، للشعب السعودي بشكل عام. شوف، طبيعي جدا أنك أنت تمر في مرحلة يكون عندك الدروب اللي شفناه اليوم. اليوم إحنا لم نكن الأفضل فنيا، ولا كنا الأذكى في المباراة، كنا الأكثر قوة، كنا الأكثر رغبة في المباراة رغم تدني مستويات بعض اللاعبين، وهذا أمر طبيعي جدا ممكن يمر. ممكن ما تكون في يومك، لكن من الخطأ ما تملك الروح، ما تملك القتالية، ما تملك الرغبة. في لاعبين اليوم شفناهم كنا نأمل عليهم الكثير لكن ما برزوا، ولكن كانوا بالروح القتالية يقاتلون بكل ما أوتوا من قوة أن المنتخب يطلع فايز في المباراة. حقيقي إذا في أحد أنا بالنسبة لي اليوم يستحق الشكر، شكرا لهيرفي رينات، شكرا لهذا المدرب اللي قدر يصنع هذه الروح، هذه الرغبة، هذه الإمكانيات، هذا الفكر الفني اللي موجود عند المنتخب. مدرب على مستوى عالي جدا يبدأ المباراة بشكل خاطئ ويعترف بخطأه من خلال التغيير. لم يخرج سامي لأنه الأسوأ، ولكن هو أخطأ، وهنا كان يحتاج في قراءته، وهنا المدرب الناجح، هنا المرونة التكتيكية، الذكاء، عدم المكابرة. لما غير إيش سوى؟ هو كان يحتاج رأس حربة ثاني يجري في المساحات ويعمل الضغط العالي، فبالتالي غير. لما نشوف احنا رتم عمان بعد هذا التغيير كيف كان، كيف احنا بدينا شوية نرجع في جو المباراة بشكل إيجابي جدا. هذه يوريك قيمة المدرب المنتخب. مدرب كسر قاعدة لاعب نادي، أنا في وجهة نظري على الأقل. كنا نسمع يا أخي هذا لاعب نادي، هذا ما يجي المنتخب، هذا اللاعب يلعب في النادي أحسن ما يلعب في المنتخب. اختار مجموعة وطلع أعلى ما عندهم، قدموا. لم يستطع أحد يقول لك لا والله هذا ما قدم، هذا لاعب نادي مو لاعب منتخب. وفي كل محطة يرينا أن باب المنتخب مفتوح للأفضل، مفتوح لصاحب العطاء. عاد هتان، خالد الغنام، أكثر من لاعب عادوا للمنتخب، نظير عين هذا المدرب التي تتابع أغلب المباريات هو وفريق عمله. فبالتالي الحمد لله أنت اليوم طلعت بالأهم وهي 3 نقاط، وصلت بأنه يكون بينك وبين الثالث 6 نقاط، وهو هذا الأهم، لأنك أنت تبغى تتأهل، تأهل أول تأهل ثاني مو مهم، الأهم أنك أنت تتأهل. وهذا اللي بالفعل منتخبنا قاعد يشتغل عليه. نعم اليوم افتقدنا حقيقة، احنا عادة أنا ما أحب المقارنة صراحة بين اللاعبين، ولكن أنا بالنسبة لي سلمان الفرج لاعب يقارن بكل ما مر من أجيال، لاعب مختلف، فيلسوف العصر الحديث. أنا بالنسبة لي لاعب يعطيك لا معقول. نعم افتقد المنتخب اليوم، افتقد قيادته، افتقد الزيادة اللي يسويها فنيا، الفكر الفني في الملعب افتقدناه من سلمان، ولكن لأنك تملك مدرب ولاعبين مقاتلين يهمهم اسم بلدهم، شفنا الروح القتالية اليوم موجودة في الملعب. شكرا لهم، شكرا لهذا هذه الروح العالية، شكرا للجمهور اللي حضر صراحة في جدة. 3 نقاط مهمة، أعتقد أنه درس قاسي حيحضرنا لليابان. في نقطة ممكن أقولها ولا ما في وقت بعد الفاصل؟ سريع سريع بعد الفاصل إذا خلاص نروح الفاصل. هي سريعة هي يعني ما هي قول لا بس قول. لازم أقولها والله. قول. عارف ليش؟ إحنا مو يعني الإعلامي أو الناقد، تنوير الرأي العام صحيح؟ هيرفي رينار يعني بكل أمانة، ولما نقول تنوير الرأي العام يعني نكشف لهم من يخدعهم طبعا بدون أسماء بدون شيء، لكن بكل أمانة رينار الآن الحين بيفوز. أول ما جاء المنتخب تعادل مع اليمن أعتقد بالريب. الآن في ناس كثير بيركبوا الموجة بيضحكوا على الناس، إلا يقول لك أنا اللي أشرت إنه يجي، إلا يقول لك أنا كنت أول من ذكر، إلا كنت مدريش. مع احترامي لهم كلهم، برنامج كورة هو أول من كان يتحدث عن رينار في عز المنتخب ما كان يحقق نتائج، برنامج كورة هو اللي كان يتكلم. وراجعوا، أنا فين الكاميرا للناس بقول للرأي العام، راجعوا اللي بتسمعوا كلامهم، راجعوا إيش كانوا يقولوا، راجعوا كذا بهدوء وراجعوا برنامج كورة إيش كان بيقول، عشان ركوب الموجة هذا يعني والله مو حلو يا أخي. والله أخجل من نفسي إن أكون مثلا قلت شيء وجه أكذب على الناس بعد كذا. لهذا للجمهور الكريم انتبهوا، يضحكوا عليكم، ترى الكلام غير الفعل. جميل، مبروك لمنتخبنا، وسنكمل إن شاء الله في تفاصيل هذا الانتصار بعد الفاصل. تكرموا بالبقاء معنا. يلعب كرة هنالك الغنامي
استلم بعد ذلك يحاول مر سلطان اعطيها عكسيه وين هي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين. الأخضر يقترب من المونديال ويعزز صدارته بهدف البريكان في مرمى عمان. قبل إغلاق الفترة الشتوية، الشباب يعلن الحصول على شهادة الكفاءة المالية. غداً الدرعية تشهد انطلاق سباق الفورمولا إي 2022. اهلا بكم متابعي برنامج كره في الجزء الثاني من البرنامج. الحديث يستمر رفقه الاعزاء نجوم كره في هذا المساء، طارق كيال، حاتم خيمي، ومحمد الصدعان مع حفظ الالقاب. ونروح لابرز مشاهدات مباراه منتخبنا السعودي من امام المنتخب العماني الشقيق. إذن صدارة السعودية أبو راكان، وخلني أقول لك ندخل في تفاصيل هذه المباراة، التفاصيل الدقيقة على المستوى الدكة، على المستوى الإداري، على مستوى التجهيز لهالمباراة والمباراة الجاية والطريق للمونديال، وأنت يعني خبير في هذا المجال، كيف شايفة، كيف تصفها؟ أشوف في شغل تناغم فني إداري مع اللي ظاهر أمامنا، ترى ما في عمل يكون ناجح أو يكون في الطريق الصحيح إلا يكون في تناغم إداري فني، وهناك في انضباطية عالية جدا في المنتخب، واضح الانضباطية حتى سلوك اللاعبين داخل الملعب، ما في عملية خروج على النص، ما في عملية نرفزة اللي تشوفها في بعض الفرق. هذا يدل إنه في انضباطية فنية. أنا أشوف يعني حتى طريقة مخاطبة المدرب للاعبين داخل الملعب إن فيه بث فيهم الحماس، التحرك، عدم النوم، بيأشر عدم الدايق يعني يتحرك، صحيح يعني قد تكون منت جيد لكن في الروح اللي بتلعب، هذا يدل إن اللاعب شاعر بمسؤولية. طبعا عملية التنظيمات عشان تهيئ فريق للمباراة هذا يأخذ يمكن ما يظهر للجمهور، هذا شغل إداري فني داخل المعسكر، كيف تعد اللاعب في عملية التمارين، في التغذية، في العلاج، في الاستشفاء، في التنقل، في كل الأمور هذه تكون محسوبة بالوقت وبالدقيقة، وانت عارف ما انت ذاهب للمجهول يعني حتى الاحتمالات ايش حيصير محسوبة، لو صار كذا البديل كذا، لو صار كذا البديل كذا، بدليل انك انت يعني في مراقبه فنيه اداريه طبيه للاعبين، بدليل انه اي لاعب يشوف في عنده مشكله اصابه حتى لو 50 لا نقول نديله علاج معين، لا يستبدل ويجيب لاعب، وهذا يدل انه المنظومه بتشتغل وليس الافراد اللي بتشتغل، منظومه كامله. فالان الصداره كل ما تكون انت في الصداره تزيد مسؤوليتك وتزيد العبء العمل عليك اكثر كاداري او كفني. طبعا عشان الصعود يمكن اسهل من البقاء، عشان تبقى في الصداره لازم لها تكتيك اخر، انت صعدت طب كيف تحافظ على هذا الصعود؟ لانه الصعود بصعوبه لكن النزول بسرعه، الهبوط دائما يجيك
بسرعة، فتلاقي كيف تحافظ أو كيف حتى يصير عندك دروب معين في منطقة بمنطقة أو محطة بمحطات المباريات، كيف تسيطر عليها وكيف تحافظ على أن الهبوط ما يكون بطريقة عدم العودة مرة أخرى. الحقيقة هني يعني المسؤولين في المنتخب، هني الجهاز الإداري، هني المدرب، هني اللاعبين، ولكن الآن في عندهم رحلة زي ما بقول لك تحتاج أكيد دارسينها، أكيد عاملين حساباتهم كيف السفر، متى السفر، كيف حيوصلوا، كيف الاستشفاء من الرحلة هذه، كيف يعدادهم لمباراة خارج أرضهم. دائما مباراة داخل أرضها إعدادها يختلف عن مباراة خارج أرضها. خارج أرضك تتعامل مع الجو، تتعامل مع الاختلاف التوقيت، تتعامل مع نوعية التغذية اللي تأكلها، تتعامل مع الراحة، تغيير المكان، ده كلها يجب أن تدرس عشان تقدر يؤدي الفريق بطريقة فنية مأمولة. والمحافظة هذه تدل على محافظة على الصدارة، الصدارة أنك تحافظ عليها، وهذا أملنا. هي فاضل لها ثلاثة مباريات وانتهي، وهذه فاضل لنا مع اليابان ومع الصين أستراليا ومع أستراليا، وهذه الثلاثة المحطات نبغى نحتاج واحدة محطة فيها إن شاء الله، والمحطة الثانية هم يخبطوا بعض يعني إن شاء الله إن شاء الله. فنيا أنت اليوم يعطيك هتان، قبل فترة أعطاك عبد الله المالكي، شفنا في رأس البريكان، أي كان أيا كان العنصر الجديد اللي يدخل جديد بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للمنظومة منسجم يؤدي دوره حتى يبهرك، يعني تحتار يعني الحقيقة أنه فعلا هذا يعني هو أساسي المباراة الماضية ولا لا. صحيح، برافو عليك، سؤال مهم فعلا. لما يكون العمل الفني قوي، المدير الفني قوي، والجهاز الفني قوي، بل مبدع مش بس قوي، أي عنصر يدخل ينسجم مع المجموعة وتلاقي كأنه له فترة مع المنتخب فعلا. الأسماء اللي ذكرتها، وميزة رينارد أنه دفع بمجموعة مجموعة، ترى الآن إحنا ترى نسينا نعتبرهم لاعبين خبرة، هم لسه ترى يعني لو تحسب عبدالله العمري كم مباراة دولية في العشرة 15، عبدالله المالكي نفس فراس، هم عملة المنتخب الآن ما شاء الله. حتى نذكر نقطة مهمة جدا، سامي النجعي لما دفع فيه في مباراة الصين كانت اللي نزل سجل هدفين أعتقد. صحيح. اليوم ما شاء الله اليوم لا يزعل خروجه، أنا كنت لاعب، اللاعب لما يخرج في الشوط الأول تعرف الكابتن ترى يخرج زعلان، تغيير الشوط الأول صعب على اللاعب، الشوط الثاني عادي بدري، لا تتأثر سامي، أنت نجم كبير ومحل ثقتنا وما اهتزت صورتك أبدا. بس هو مو خطأ ترى، بالضبط بالضبط، هو خطأ التكتيكي اللي تلعب بالضبط، فهو لا يتأثر أنه أنا كنت مثلا، لا لا تتأثر، أنت في نظرنا لاعب مستقبل كبير أمامك، وخروجك اليوم عادي جدا يحدث في مع أحسن اللاعبين في العالم. فالتناغم هذا اللي شايفينه بالتأكيد في عمل فني قوي، وبالتالي أي لاعب ينزل، وحتى المدرب ترى ثقة في نفسه وفي عمله بينزل اللاعبين، ترى تشعر أنه يعني اللاعب يجيبه ينزله هو مرتاح، ما يعني ما يفكر، يعني ترى في مدربين لما يضيف عنصر جديد يفكر مليون مرة، هذا لا طاخ طاخ، كل مباراة يجيب لك لاعب، والجميل اللي يبرز انضم. هتان من متى ما انضم؟ شوف في الشاوة الآن فترة، خالد الغنام صحيح ما لعب اليوم، لكن فترة أخيرة نجم مع النصر، وهكذا هذا الجميل. إذن هذا إيش يسوي؟ يحفز اللاعبين السعوديين اللي فشوا المنتخب، أنا شد حيلي حروح المنتخب بدون واسطات وبدون كلام فاضي بدون أي شيء، حتوصل المنتخب. أبى أذكر نقطة أخيرة، نحن نذكر رينار دائما، يمكن أنت والبركان بتكلمتوا عليهم في عملك، أبى أذكر أسماءهم، يعني مساعد المدرب السعودي محمد أمين حيدر لابد نذكره، حرام ما بنذكره، أكيد بيعمل عمل ممتاز، وإن شاء الله حيكون مدرب كبير في المقابل. والأمانة قبل فترة قابلته يسلم عليكم كثير كذا، قال لي شكرا كورة تحليل فني رائع للمنتخب، كذا قال لي بالأمانة يعني، الله يوفقك، وقال لي أشكرهم وسلم عليه على كل الأخوان. إن شاء الله حسين الصادق مع المنظومة، يعني هتكلم منظومة فنية بالضبط، المنظومة حسين الصادق، أنا بذكر طبعا الجهاز الفني كله حسين وهذا الصادق، وهذا المدرب على فكرة وفي مع المساعدين حقينا، يعني رينارد يمكن شفناه مع المساعدة يعطيه كأس العرب،
امس ساحل العاج خرجت من مصر وكان المدرب حقه مساعد له 11 سنة يعني. صحيح. لا هو اللي مشي، هو اللي طلب قال له خلاص انا ابغى اصير مدرب. اللي درب امس ساحل العاج يعني دليل انه ممكن يصنع مدربين يعني. بالضبط بالضبط، ان شاء الله محمد امين يطلع لنا مدرب سعودي مختلف يعني، سعودي براس الفريق. لاحظت في لقطة في المباراة كان زهم محمد امين وزهم مفداه وقاعد يشرح له يقول له قول له كذا يعني، اعتمد عليه ما هو بس حطه بعض المدربين، حط المساعد محمد حسين الصادق وانا كابتن. يمكن انت استاذ في هذا المجال ما شاء الله. اي والله يستاهل اكيد، شغال شغل ما نسمع مشكله في المنتخب ما شاء الله. صحيح صحيح، هذا اكيد طح. صحيح المدير الفني قوي لكن بالتاكيد المدير الاداري قوي، فشكرا لهم جميعا وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. نسينا مبارك بالله يا ابو نوره، شوف المنتخب السعودي خطوه كاس العالم ان شاء الله. كره اليد امس راحت كاس العالم، راحت كاس العالم صحيح، شيء عظيم، شيء عظيم بركنا لها ما شاء الله عليكم. لكن هذه يبغى لها بعدين ان شاء الله. اللي بنتكلم عليه حتى من زمان احنا بنوصل كاس العالم الحمد لله، لكن ماذا نفعل في كاس العالم؟ هنا عندنا مشكله عشان نكون صادقين مع انفسنا ان شاء الله. طيب ابو حنين، بالنسبه للمباراه واحنا نتابع المشاهدات، انت لما تشوف رينارد بشكل مختلف عن المباريات الماضيه، لا في اشاره النوم ولا حتى في العصبيه لما اتكلم مع بعض اللاعبين، ولا حتى في على نفسه يعني لما يسحب لاعب وينزل ويغير التكتيك بلاعب اخر ويغير معه شكل المدرب. تقول انه والله مثلا حساباته كانت مختلفه، حسابات المنتخب كانت مختلفه للمباراه وتفاجئوا، ولا لانه اصلا البعد بين المباراه الماضيه وهالمباراه هو اللي اعطى هالاختلاف؟ لا شوف عبد الله، انت اشرت الى نقطه جدا مهمه. شوف اول شيء هيرفي رينارد هو قائد هذه المجموعه، عمله خارج الملعب هو انعكاس على عمله داخل الملعب. إشارة النوم هؤلاء جنوده داخل الملعب، أدواته داخل الملعب، في جسر تواصل بينه وبين اللاعبين، في أشياء هم يقبلونها منه بشكل طبيعي جدا. هو يرى من خلال هذه الإشارة أبا صحيك، يعرفون حبه لهم، وخليني أقول لك دقته في الانضباط التكتيكي داخل الملعب. أعطيك الإشارة على هذا الموضوع، شوف بعد ما انتهت المباراة لو واحد ثاني مثلا ما يعرف المدرب، ما تقبل، ما عنده فكر صحيح زي سامي النجعي، سامي كان أول مهنئين يركض بين زملاء اللاعبين صحيح. لو واحد ثاني كان أحبط وقال لك لا ولا، بشكل عام الرجل قاعد يعمل. أضم صوتي لأبو أميرة، يمكن والله أنا ما شاء الله عليه أبو أميرة استدرك أنه يستحق صراحة الثناء محمد أمين. محمد واحد من الأسماء الرائعة جدا، سي في رائع مع الاتحاد سواء كان في المونديال مع المنتخب في المونديال. المعلومة حتى اللي أقول لك أنه هو من اختار محمد ترى هيرفي رينارد، عرض عليه سيفيات واختار محمد. محمد واحد من الناس اللي تعمل بصمت، وهذا صراحة رسالة إدارة المنتخب عندها رسالة حلوة، الناس تعمل بصمت. حسين الصادق ما حد يسمع له صوت، ما حد يعرف له صوت. شكرا حسين الصادق استاهل. في بعض الإشارات، شكرا لحديثك النقي تحت الهواء الرائع أبو نورة على النقاش، فعلا المنتخب فيه لمسات وفيه نقاط لو نوقف عندها تعطيك هذول الناس شلون يشتغلون صحيح. قاعدين نشوف عملهم، فبرافو عليهم، لازم نشكرهم مهما كان مستوى المنتخب. طبيعي المنتخب ممكن يمر في دروب، يمر في ذا. فهد السليم في اللجنة الإعلامية للمنتخب، الفيديوهات الرائعة اللي شفناها للمنتخب صراحة في عمل رائع جدا، لازم نشكرهم عليه. يعني يمكن أنا برجع لنقطة جدا سريعا أبو نورة، إحنا لما نتكلم على أستراليا واليابان وعدد المحترفين اللي موجودين فيهم برا، إحنا اليوم ما عندنا ولا محترف برا صح. لازم إحنا الأفضل في آسيا، الكلام مو الكلام ولا نعم إحنا الأفضل في آسيا، فما بالك لو كان عندنا محترفين برا. فالمرحلة مهمة إن شاء الله، ومنتخبنا من أفضل إلى أفضل. نشوف نجم المباراة بالنسبة لي رأيكم أنتم صح نجم المباراة، لأني أنا مختلف معكم يعني، بس بنشوف نجم المباراة.
إذا عبد الإله المالكي هو النجم لهذه المباراة حسب ما يرى محلل برنامج كرة. باخذ منك التفاصيل بركان، لكن بسألك بحكم أنك قائد، اليوم سالم الدوسري مو هو سالم اللي احنا نعرفه. هذه كنت أتكلم فيها مع أبو هل عمي. موضوع الكابتنية أنا كنت أتكلم معه ترى لها أزمة، هم لها أيه؟ مسؤولية صح. سالم فك يعني سالم كان سالم حر يلعب بدون تفكير، في كابتن غيره يقوم بالأدوار التوجيهية وتطبيق التكتيك مع المدرب ويتكلم ويناقش ويروح، اليوم هو تحملها فصارت حمل عليه فصار مشوشر بين كابتن وبينه بيأدي دور. حتى أنا شفته لما صفر الحكم نهاية المباراة سجود وحامد ربه، هو عارف تقريبا إنه مش هذا سالم. حمل اللي احنا حمل كبير. ولا ترى بس أنا خلينا أديك نقطة على عبد الله المالكي. أنا من اللي اخترت عبد الله المالكي إنه نجم المباراة مع إنه ما لعب إلا 70 دقيقة تقريبا. عبد الله المالكي أنا يعني دهشت وانبسطت في آن واحد إنه لو واقف ما بيلعب مباريات أكثر لمدة معينة بالزمن ما حاسبها بس مدة، ويجي المدرب يلعب هذه المباراة ويظهر بهذا المستوى فهذا لاعب كبير أدى دور، لأنه يمكن أغلب اللعيبة اللي سجل جول يحسبوه أحسن لاعب صح، لكن عبد المالكي كان أكثر كور انقطعت وأكثر كور وقف فيها هجوم الأمان عبد الله المالكي بطريقة إنه بيتواجد في مناطق خطيرة جدا وقدم مباراة كبيرة. يمكن توقف هذا أثر عليه خلال دقيقة 70 شعر بإرهاق أو بتعب أو شيء، وهذا شيء طبيعي، لكن 70 دقيقة كان هو نجم المباراة في وجهة نظري، وأنا كنت يعني دهشت إنه خلال هذه المدة اللي وقف ويؤدي هذه المباراة بهذا المستوى. جميل. فراس البركان هو نجم المباراة من وجهة نظر الاتحاد الآسيوي المنظم للتصفيات النهائية. والله يعني ما هنقول غلط عشان فراس لا يزعل ولا يتأثر، فراس ما شاء الله عليه سجل، ما شاء الله راس حربة بيسجل. لكن الاتحاد الآسيوي أنا أحس فيه مشكلة الاتحاد الآسيوي. والله لا أعرف اختاره. فأي فشياء كثيرة صراحة. هو دائما اللي يجيب جول ياخذ نجومية المباراة. أوكي يعني عارف لما يجيب ميسي لما يجيب رونالدو هم سيئين أوكي. من هم الاتحاد الآسيوي؟ أنا داري من هم الاتحاد الآسيوي. أسماء أنت عارفهم كلهم. عارف بعضهم. أنت عارفهم كلهم. هذه أراء شخصية. صحيح. لا يعني الاتحاد الآسيوي يجي مثلا عين حاتم وعين طارق وعين ده أعطوني نجم المباراة ويدوله نجم المباراة، مو هو اللي بيلاقي. ريح راسك وخلاص. وبس مين جاب الهدف؟ فلان. خلاص. أوكي وفراس برافو ما شاء الله عليه. ما شاء الله أنا يعني نحن تكلمنا على فراس. يمكن المعايير تعطي صاحب كلهم عدوا الأدوار بس نجم المباراة في أدوار قام فيها هذا. يعني أنا بتكلم جون سلطان الغنام اللي عمله أكثر من اللي عمله فراس. سلطان الغنام هو تقريبا ثلاثة أرباع الجون والربع فراس اللي دخلها فلتت بالحارس وحطها في الجون. صحيح. أنا بتكلم عن عبد الله. إيه. طبعا عبد الله ابننا يعني عبد الله أنا أفرح للاعب، ممكن كلنا نفرح للاعب إلا لا إعلام ساعده. لا شخصيات ساعدته، ساعد نفسه بنفسه. وأنا جدا فرحان له، إن شاء الله يصير مليونير، إن شاء الله يصير أحسن لاعب في السعودية. والله هذا اللي يقولوا الإبداع يولد من رحم المعاناة بدون أي مساعدات. هذا الشاب من الطائف طرف، حتى في ناس يركبوا الموجة فيه لما نجم. أنا اللي جبته، أنا اللي شفتهم في بعض اللي جابوا الأستاذ مازن الطويري كان مدير شباب نادي الوحدة، شباب كرة القدم في نادي الوحدة، عينه ما شاء الله تبارك الله عليه، جابه من الطائف سجله في نادي الوحدة وانطلق. اشتغل معنا في الأهلي. حتى هو بنفسه بيذكر هذا. اشتغل ماجد الطويري معنا في الأهلي. لا مو ماجد، مازن. مازن. في قرابة بينه. غير ماجد، أعرف ماجد هذا مازن اسمه. فجابه ما شاء الله عليه الولد، اشتغل 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 على نفسه، أدب أخلاق كورة زي ما احنا شايفين، من الوحدة انتقل للاتحاد الآن للهلال، عنده طموح عنده فكر، تشعر إنه ما عنده شيء لا كفكر يعني تعرف اللي تكلموا كثير هذولا، لكن هو ما شاء الله بكل هدوء ما شاء الله قاعد يحفر في الصخر. أنا أراهن إنه لو مدرب غير رينار
مدرب عادي يعني ما عنده فكر كبير كان ممكن هذا واحد زي ده ما تلاقيه في المنتخب اصلا. اخذ المنتخب ترى اكثر لاعب لعب في المنتخب على الدقائق ما شاء الله عبد الله المالكي. برافو عبد الله الله يوفقك. صفقه بالنسبه لي صفقه الموسم مع كل الصفقات اللي شفناها انتقاله للهلال برافو لنادي الهلال هذا النجم الرائع الكبير خلقا واداء مكسب كبير للهلال. شارك عبد الله يمكن في التصويت هو سلطان الغنام يعني خلينا نتكلم عن برضو عن سلطان اليوم اداء ثابت لا مع النصر ولا مع المنتخب ويمكن كل ما قاله ابو اميره عن عبد الله ينطبق على سلطان لا على مستوى الطموح والحضور من نادي الزلفي الفيصلي النصر واضح سلطان يعني ما له حتى ذاك الخروج عن النص والاداء ثابت بيأدي سلطان لا يمكن يوم من الايام تعتبره ثغره لا في المنتخب ولا في نادي. شوف دائما النجاح يكون فيه عوامل مشتركه لما تجي تقارن بين عبد الله وبين سلطان اصرار رغبة هدوء حديث دائما من خلال الملعب عقلية ناضجة أدب احترام مدة بسيطة له عمره في نادي النصر ويحمل الكابتنية هذا دليل أشياء الناس اللي في النادي تشوف من هذا اللاعب أشياء احنا ما نشوفه احنا نشوف سلطان في الملعب أداء الفني ولكن في انعكاس على شخصيته قيادته رغبته إصراره ما في صخب في عملية تجديد عقده مع النصر ما في أي ضجة بهدوء لاعب عارف وش يبغى باختصار لاعب لما يعرف هدفه ويحدد لنفسه هدف دائما يصل الى محطات اعلى في المستوى الفني في نظره الناس له مثل ما تفضل ابو اميره في نقطه جدا مهمه في لاعبين ترى ما قاعد يخدمهم الاعلام ولا يسلط عليهم الضوء هم اجبروا الاعلام واجبروا النقاد واجبروا المحللين ان يتحدثون عنهم اما اذا بنتحدث عن عبد الله بصراحه لاعب على خلق عالي انا فرحان له فرحان لاي لاعب خليني اقول لك البعض يرى أنه خلاص في أيام الأخيرة في الوحدة يلا على هامش الصفقات تروح الاتحاد ويفرض اسمه على الخارطة بكل أدب بكل احترام عطى بكل إخلاص مهما حدث تلقاه مؤثر في الملعب دائما ترى اللي يلعب في مركز ستة دائما مهضوم ترى لأنه يعتبر جندي مجهول الناس تشوفه فكاك يقطع كور بس لكن شيله من هالمكان شوف الخلل اللي ممكن يكون فيه أنا أقول له أنت قليل الكلام وكثير الأفعال يا عبد الإله أنت وسلطان برافو عليكم وهنيئا لأنديتكم وهنيئا للمنتخب فيكم احنا فخورين في مستوياتكم وننتظر منكم الأكثر في مباراة اليابان إن شاء الله وإحنا دائما سعداء أننا يعني نحتار من هو النجم وأيضا يتكرر أو خلينا نقول لا يتكرر اسم نجم من مباراة إلى أخرى عندنا في المباراة الماضية أسماء وهالمباراة أسماء وإن شاء الله مباراة اليابان أسماء جديدة فاصل قصير ثم نكمل تكرموا بالبقاء معنا الغنام استلم بعد ذلك يحاول مر سلطان أعطيها عكسية وين هي
أهلا بكم متابعين. الحديث يستمر عن انتصار المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم من أمام شقيقه المنتخب العماني بهدف مقابل لا شيء. وبعد المباراة إدارة المنتخب تقول بأن المدير الفني للمنتخب السعودي قد اختار لاعب نادي النصر علي لجامي للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادا لمباراة اليابان إن شاء الله. هذا الاختيار اعتدنا عليه، ليس بالجديد على اختيار واحد قبل بيوم ولا بعد بيوم، هو يشوف شيء ويختاره سواء لعب ولا ما لعب، المهم انه يدخل وهو ضمن دائما نطاق معين من اللاعبين والمجموعة. قليل اللي يدخل من برا المجموعة الا ما ندر، يعني زي ما قلت انت يبرز يعني. ليش علي لجام؟ طيب انا بقول شيء كذا تحت الهواء يعني تخمين. ما شاء الله عليك، لا لا شيء تحت الهواء صار وانت عشانك مقدم ما شاء الله ما بتقول، ما شاء الله عليك عندك نظره فنيه مش طبيعيه ما شاء الله عليك. قبل شويه تكلمت على الحمدان قبل شويه ممكن يحتاجه يلعب في الفريق الثاني ضد الفريق الاساسي ويسوي حاجات معينه، ما شاء الله عليك ترى كلام ما يقول واحد سهل يعني. هم كل مقدم الكوره عندهم احساس. لا ما شاء الله عندهم احساس بالامانه. حبيت اذكر هذا يعني اللاجامي استمرار لفكره المبدعين. لما نقول فكرة المبدعين الشيء الغير متوقع، يجيك مدرب تقليدي خلاص عارف هذا إيش، لا إبداع إبداع تفكير، هذا الراجل بيفكر كثير ترى مو سهل، هذا هيرفيرينار ترى مو سهل يفكر كثير بالتأكيد. واختيار لجامي دحين أنا ممكن أتوقع والله أعلم أتوقع يعني أتوقع يمكن تصير يمكن ما تصير، ممكن يلعب بثلاثة في المباراة الجاية خاصة إنه ما توقف لا عبد الله ولا البليه ممكن يلعب بثلاثة. اليوم شفنا مثلاً لما خرج النجعي ودخل فهد المولد رأس حربة ثاني ونزل هتان، ممكن يشوف إنه فكرة عدم وجود سلمان الفرج بدل ما لعبها بالطريقة اليوم سلمان النجعي أو راسين حربة أشيل العنصر هذا وألعب بي وراء كذا كذا اليابان حتجيك ضاغطة في المباراة صحيح؟ اليابان يعني في ملعبها تبى الثلاث نقاط تبى تلحق اول او ثاني في المجموعه صحيح، لو خسرت وتفوز استراليا تدخل في حسابات، فاكيد فكر هذا التفكير حيجيك فريق مندفع كذا تعلي اضغطني وبمزاجي وانا اشتغلك هجمات مرتده بطريقه يعني ما احتاج اهاجم باكثر من ثلاثه مثلا او ظهير واحد يزيد عليهم او اثنين وكذا. ما اتوقع ممكن افكر هذا التفكير والله اعلم، لكن يعني كلنا مش انا عشان اقول انا كلنا نعشق الابداع والمبدعين في عصر الابداع في هذا جميل. العصر لا مكان للتقليديين في اي مجال مش بس في كره القدم. ابو حنين على السريع شوف انا بالنسبه لي ما هو غريب لانه عودنا هيرفي رينات في اي لحظه ممكن تشوفه يضم لاعب يعني شوف اللي شاف مثلا هتان انضم كان يتوقع انه خيار اول في مباراه اليوم؟ لا، عشان كذا هو رجل صاحب فلسفه صاحب فكر ما يضم اللاعب لمجرد أنه ذا. علي قدم مباريات رائعة جداً مع نادي النصر الفترة الماضية وزي ما قال أبو أميرة وقلنا وقال أبو ركان باب المنتخب مفتوح للمبدعين للمنتجين. هل اختيار أبو ركان بغض النظر عن الاسم هل اختيار بالعادة يعني لما يبلغك مدرب المنتخب أنه يبغى لاعب يكون مسبقاً ولا صار بعد المباراة هذا الشيء؟ لا هو لا بعد المباراة شوف تفكير دائما انت ما يختار اللعيبه الا بعد ما يدرس الفريق الاخر. اكيد عارف قوه الوسط اليابان، فريق قوي في الوسط الملعب. علي من الناس القوي، التهاماته قويه، يحتاجه في هذه المباريات القويه خارج ارضك. يعني في لاعب ممكن يلعب على ارضك بس برا يختلف. تحتاج اللاعب القتالي القوي. علي من اللعيبة هو عبد الإله المالكي، وأنا لاحظت إرهاق عبد الإله المالكي وتغييره عشان لا يصير حتى يكون بديل لعبد الإله اللي تعب ما هو جاهز 100% براه هناك حتكون قوية جدا حيكون فيها تحرك كثير وحيكون فيها قطع والتحامات، فيحتاج واحد بقوة عبد الإله في نفس ستايل لعب عبد الإله المالكي. فهنا الخانة هذه أهم خانة حتكون أمام اليابان في أرضها على كاس كده. أنا أعتقد إنه زي ما بيقولوا الأخوان الناس المدربين الكبار عنده بصيرة وليس نظرة، عنده بصيرة يتوقع ويتخيل ويرسم السيناريو اللي حيصير
وعمل له أدواته من الآن. جم توفيق لي علي ولبقية زملاء اللاعبين أمام المنتخب الياباني. فاصل قصير ثم نكمل، تكرموا بالبقاء. اهلا بكم متابعينا، الحديث يستمر في كره هذا المساء رفقه الاعزاء نجوم كره طارق كيال، حاتم خيمي ومحمد الصدعان، ونكمل في بقيه اخبارنا الرياضيه من خلال الفقره المعتاده شوت. تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، حضر حفل نادي سباقات الخيل على كأسي خادم الحرمين الشريفين، حيث توج سموه الجواد ألمبير للمالك نغيمش العجمي بكأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحلي، فيما حقق الجواد ماكينغ مراكليس للمالك الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز كأس خادم الحرمين الشريفين المؤهل لكأس السعودية. أعلن نادي الشباب الخميس عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية والتي تخوله تسجيل محترفيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد الوفاء بالالتزامات التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021. أعلن نادي ضمك التعاقد مع خالد الدبيش الظهير الأيسر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام في صفقة انتقال حر بعد أن وقع معه الشباب ناديه السابق على مخالصة مالية، وشارك الدبيش مع الشباب في مباراة وحيدة خلال النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تعادل المنتخب السعودي تحت 20 عام مع مضيفه الإماراتي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الأخضر في دولة الإمارات في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عام. حقق المنتخب الياباني فوزه الرابع تواليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وذلك بعد أن تجاوز ضيفه الصين بهدفين دون رد لحساب الجولة السابعة، ليرفع المنتخب الياباني رصيده ل 15 نقطة في المركز الثاني. وضمن نفس المجموعة نجح المنتخب الأسترالي في تخطي نظيره الفيتنامي برباعية نظيفة ليحكم قبضته على المركز الثالث بعد الوصول للنقطة 14. تستعد منطقة الدرعية التاريخية في العاصمة الرياض مساء غد الجمعة لانطلاق منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم EPP فيا فورمولا إي، وذلك بإقامة الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2022 والذي يقام على مدار يومين وللمرة الرابعة في المملكة، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسيشارك في النسخة الحالية 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا من مختلف دول العالم. هذه أبرز أخبار شوت، وبارك لي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز حصوله على كأس خادم الحرمين الشريفين المؤهل لكأس السعودية، وفال التوفيق إن شاء الله في هذا الكأس العالمي. أخذ الأخبار على وجه السرعة، الشباب يحصل على الكفاءة المالية، ليس بغريب أن يحصل الشباب على الكفاءة المالية. اللي عجبني في الموضوع اليوم هو يعلن الكفاءة المالية قاعد يقول شكرا شريكنا الراعي فلان، شكرا المعلن عندنا والراعي الألماسي والراعي الفضي أو أيا كان يعني الشركاء اللي معه، يعني كانه يقول ترى هذا مصدرنا من الفلوس، يعني احنا جبناها من رعاه. وقالها صراحه في المؤتمر الصحفي، يعني ما قال. طبعا شوف، خالد البطال رئيس ذكي ورئيس يعرف يدير نادي ورئيس يعني حتى حضوره في الاعلام مؤثر. حصوله على شهاده الكفاءه طبعا كل الفرق حصلت بسبب انه في اجراءات معينه، هي في الكفاءه، ايش هي الكفاءه؟ انك رواتب لا تجدول، اما بقيه المبالغ ممكن تجدولها، تتفق الطرفين على الجدوله، وهي عمليه لن تتخلص من الديون الا ما انت اخرت استحقاقاتها. فمعناته انه عشان تحصل في الفتره الشتويه حتى نفس المشكله، كل الذي حتتكرر في الفتره الصيفيه او فتره الصيف. فاذا الآن فاضل هي هو المفروض أمس آخر التسليم أوراق، ويعطوا فرصة إلى نهاية 30 يناير
فرصة اللي ما حصل وما خلص أوراقه إنه خلصها إلى 30 ريال، فحصلها اليوم 27، يعني ما زال في المدة اللي يستحقها. فأتمنى إنه يحصل بس يسجل لاعب إذا كان هو الكفاءة مؤخرته في تسجيل لاعب أو في جلب لاعب، عنده 3 أيام فاضلة قبل ما يقفل الويندو. فنقول له مبروك على حصولك لشهادة الكفاءة، ونتمنى لكل الأندية التوفيق إن شاء الله في الفترة القادمة. أبو أميرة نفس الموضوع. طبعا يمكن قبل فترة في تصريح لأبو الوليد اللي كان زعلان، قال حتى الكفاءة ما صح، قال حتى الكفاءة ما حنقدر ما نعملها وكذا. ولكن في الأندية في أشياء قرارات توضح لك أنه في كفاءة ماليا. لما باع إيغور المدافع عقد صحيح؟ صحيح. طيب أنت بعت عقد إيغور، يعني حتخلي الفريق بدون مدافعين؟ يعني واضحة جدا أنه حتكون فيه الكفاءة. لما الفرق تتعاقد مع لاعبين وهم لسه ما أخذوا شهادة الكفاءة، واضحة جدا أنكم حتأخذوا الكفاءة. مش معقول يعني تتعاقد مع لاعبين مبالغ كبيرة وبعدين ما تحصل على شهادة الكفاءة. ففي مؤشرات كانت يعني بالتأكيد. جميل. لهذا مبروك للشباب، وصراحة يعني نبغى الشباب يعني يجيب لاعبين. الآن عنده مشكلة إيغور، خانة فاضية، سيبا اللي عنده مشكلة راح، يعني لو اثنين استقطب لاعبين مميزين الشباب حيرجع للانتصارات وينافس بقوة على الدوري. جميل. أبو حنين بسألك عن المجموعة الثانية في التصفيات اللي اليوم تأهلت منها إيران بشكل رسمي، وكوريا الجنوبية تنتظر أي نقطة أو حتى تعثر المنتخب الإماراتي. قياس الفارق بينها وبين الأربع منتخبات العربية للأسف اللي موجودة ولم تؤدي في المجموعة الثانية، الإمارات وسوريا والعراق، يعني في تباين حقيقة كبير بين التنافس اللي صاير في مجموعتنا، حتى المنتخبات اللي تخسر في مجموعتنا عمان أو الصين أو حتى فيتنام تنشف دمك عشان تأخذ النقطة هناك بسهولة. والله شوف هذا للأمانة الأمر غريب، هذا يوريك حتى عملية التصنيف اللي صارت للمنتخبات على المجموعات في أثناء القرعة فيها حالة غريبة جدا، فروقات فنية على مستوى عالي. هل الأمتار الأخيرة فعلا كشفت هذه المنتخبات؟ لذلك ترى أنا ما كنت أقولها والله كلمة عابرة، ما قلت لك إحنا أرى أنه إحنا أفضل منتخب في آسيا، نظير عدة أمور، ما عندك محترفين برا، القيمة اللي صارت عندنا للدوري لها دور كبير جدا. لذلك لازم الاتحاد الآسيوي يراعي هذا الموضوع بشكل كبير جدا. فارق فني كبير كبير جدا، يعني انت تخيل الى الان احنا في الجوله خلصنا 7 جولات من الامتار الاخيره او التصفيات النهائيه، المجموعه هذه لسه ما حسمت، هناك خلاص مجرد نقطه وتحسم يحسم المتاهلين. هذا يوريك الفارق الفني الكبير اللي موجود بين المنتخبات وتصنيفها، كيف انه ممكن نقطه وما حد ضامن بالضبط، كيف ان انت منتخبين واحد راح على المجموعه هذه وواحد راح على المجموعه الثانيه كلهم في تصنيف واحد. وريخ القابل الفني فيتنام ترى، يعني أنا أقول لهم برافو عليكم، عمان برافو عليهم. عمان أنا يمكن كنت محضر اسم، ترى في لاعب، وأنا أقول للعمانيين تذكروه كويس، اسمه اللي نزل الشوط الثاني رقم 6 اسمه زاهر الأغبري. هذا لاعب على مستوى عالي جدا، حيكون له اسم في سماء الكرة العمانية ويمكن حتى الخليجية لو احترف اللاعب برا، قدم مستوى رائع. ولكن تجي المجموعة الثانية صراحة قاب كبير في الأمان. حتى تأهل إيران ترى وكوريا أنا متأكد أنهم ما يشعروا بلذة التأهل. مباريات سهلة ضامنين كذا، فين هم فين والفرق الثانية التأهل تعرف الشيء اللي بيجي بسهولة ما تشعر بطعم، الشيء يجي الصعب بصعوبة هو اللي تشعر بطعم. الحكم اليوم كان كويس، المنتخب مباراة المنتخب السعودي منتخبنا تصدق ممتاز. أنا أشعر نواف شكر صحيح يعني أنت سألت عن الحكم الآن، أنا يعني ما شعرنا فيه في الملعب مضبوط، وهذا نجاح الحكم. لما تذكر الحكم ما كان في حاله جدليه كبيره، ايوه لما تذكر الحكم في مشاكل وكذا هذا تعرف انه عنده مشاكل كثيره. بس انا عندي سؤال، اللاينات من فين؟ برضو طاقم بحريني كامل من قطر؟ لانه كان في جدل بيني لا لا ما لا ما توقع. لكن ليش انا اقول لك، قلت لك الحكم كذا لما يكون منتخبك جيد ولما تكون مستوياتك جيده وقاعد تأدي، صدقني احنا ليش كنا نعاني من منتخبات الحكام؟ والله لا تناظر حكام، والله برافو، ولا تناظر طالع عمرك هذا ايش سوى وايش حاط، انت معاك من ورا لانه في اخطاء. انا في وجهة نظري
في المباراة كانت يعني ما أقول لك جدلية مثل ما تفضل أبو ركا، ولكن ممكن كانت تكون مؤثرة في هجمات مرتدة على المنتخب، كنا نشوف أنها ممكن تحسب فاولات لنا، ولكن لأن إحنا كنا في الملعب كويسين وقدرنا نأخذ النتيجة. لا أنت بس كنت عاطفتك حساسة شوية. لا والله مو تشوفه قاعد يشجع المنتخب كان بحماس أكثر من الله عليه. يعني حماس شيء وطني. واحد يرفع الثاني. والله زعجت صراحة. لكن والله فاصل قصير ثم نكمل تكرار. الحكم الآن أدى مباراة جيدة، ما في أي ملاحظات. يعني الاخطاء البسيطه دي ما في اللعبه، بس هو كان حساس زي دائما ضد. اعطونا فاصل يا شباب. حارب الحكام. اهلا بكم متابعينا في الجزء الاخير من البرنامج. لما تبقى لنتقدم شكرا لنجوم كره في هذا المساء مع ابتسامه عريضه بانتصار الاخضر. شكرا ابو راكان. شكرا لكم. بس حتغادرنا يا اخي، المفروض انك تجلس زياده اليوم فرحانين عشان المنتخب. يعني الحلقه خفيفه كذا ودمها خفيف عشان المنتخب فايز. انا يعني اراحيك. الله يحييك. شكرا ابو اميره. شكرا لك. نشوفك بكره ان شاء الله. منور دائما. تشرفت اليوم بوجود الكباتن الكابتن الكبير ابو راكان. ترى بنقول كابتن كبير وكابتن، ترى فعلا رجل قامه وقيمه يعني يستاهل. تعلمنا منه كلاعب وكمسؤول ايضا. شكرا ابو حبيب. وهذا الوجه الحلو وكل مشاهدين كوره، ومن فرح لفرح لوطننا إن شاء الله. شكرا أبو حنين. شكرا العافية. شكر موصول لكم أيضا متابعينا. في الختام تذكروا بأننا اجتهدنا من أجل إرضائكم، نأمل أن يكون اجتهادنا مرضيا لكم. استودعكم الله. أصبحنا على خير.